عبد العزيز يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم. يا شيخنا، أنا في النهار أحفظ القرآن، وفي الليل بعد العشاء أقوم فأصلي النافلة، وفي نيتي كي يثبت ما حفظت من كتاب الله، فما حكم صلاتي بهذه النية؟ هذا شيء طيب، تؤجر على الصلاة وتؤجر على تلاوة القرآن إن شاء الله، وحرصك على الحفظ هذا عبادة أيضا. نعم.